السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه طبعا من الحرار ورحلتنا اليوم إلى غدير وادي رواوة. طبعا الرحلة هذه ليس المقصود فيها أننا نشوف كل الوادي، لكن يعني مجرد زيارة، وجينا قبل كده وغطينا هذه المنطقة. نبغى نروح نشوف بعض النقوشات، نقوشات معينة، وإحنا برفقة طيبة مع أخونا هشام البنا سناب المدينة وكابتن أحمد باسطين من هايكنج المدينة، مشي طريق الهجرة النبوية من مكة للمدينة، وحبيبنا الغالي الباحث أخونا الأستاذ حمزة جميل. إن شاء الله تكون رحلة موفقة جميلة. لكن شوفوا سبحان الله العظيم، قبل أن ندخل إلى رواوة كيف وعورة الحرة، كيف هذا الطريق. لذلك كانت المدينة فعلا محمية من ثلاثة جهات في العهد النبوي، كيف الجيوش وكيف الناس، يعني جيش يعني صعب انه يطلع وينزل الجيش، يبغى له وقت طويل جدا عبال ما يعني انه جيش يخترق هذه الحرار حتى يصل الى المدينة. طبعا المدينة هذا الاتجاه الى المدينة نبعد تقريبا. طبعا ذكر في بعض كتب التاريخ او تاريخ المدينة مثل ياقوت وغيرهم انه هذه المنطقة كان اغلب سكانها اللي هم آل سيدنا عمر بن الخطاب والزبير رضي الله عنه وارضاه، وحتى النقوشات هنا كثيرة لآل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وان شاء الله تعالى نوعدكم برحلة ثانية نأخذ الغدير او الوادي من بدايته لنهايته، بس انه تكون بعد نزول الامطار حتى نشاهد الغدير. طبعا الغدير ما هو بسيط وجميل جدا، وهو تحفة من او مكتبة من النقوشات. ما اتوقع يعني حتشاهدوا مكان بجمال وكثرة نقوشاته مثل غدير وادي رواوة. وصلنا في رحلتنا اول نقطة، طبعا اخونا هشام البنا، حياك الله ابو فراس. الله ياخذك يا سيدي. يا مرحبا اخونا حبيبنا ابو جميل حمزه جميل، حياك الله ابو محمد. الله يحييك يا حبيبي. عاد ما هنا عاد اخونا حبيبنا حبيبي ابو حسطين. الله يزيد. ان شاء الله الرحله الجايه ناخذها من مكه للمدينه ان شاء الله. والله ربي كريم. هنا الان التلفيق للنقوشات. غالبية النقوش تكون فيها أكثرها سبحان الله العظيم الدعاء لأنفسهم بالمغفرة، اللهم أغفر ليعقوب بن إسحاق هنا، اللهم أغفر لعبد الرحيم بن سعيد، اللهم آمين، واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين. الحين رايحين ورا ابو عبد الملك عشان يورينا نقش مؤرخ بتاريخ 100 هجري. بسم الله. بسم الله. في الغدير، وهذه احد النقوش المؤرخه في الغدير، يعني تاريخها قديم. شوف مكتوب: آمن أبو سلمة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بالله العظيم، وكتب سنة 100. يعني هذا النقش مؤرخ سنة 100 هجرية. الله أكبر. الله أكبر. يعني قبل 1342 سنة. الله أكبر. الله يغفر له ويرحمه. يعني غالبا هذا يقينا الله أعلم من التابعين. نعم. لأنه إذا كتب هذا النقش أكيد واحد كبير في السن، والصحابة كانوا عايشين إلى عام كم هجري أبو حمزة؟ إلى عام 90 هجري تقريباً؟
هذه الزاوية مليئة بالنقوش. سبحان الله. شهيدة. في واحد نقش. لا إله إلا الله. شوف الصورة قبل الذي. إن شاء الله تزكي مكانك. هذا نقش مردوم. سبحان الله. نقش واضح وجميل. اللهم اغفر للحارث بن نوفل. طبعا كانت الكتابة سابقا تجزأ الكلمة، إذا انتهى السطر يبدأ من السطر الذي يليه، لذلك كلمة للحارث مقسومة وكلمة نوفل مقسومة. اللهم اغفر للحارث بن نوفل. أمطار المنطقة هذه الغدير يكون مليء بالماء. أنا المنطقة اللي تحتنا تكون مليانة بالماء، المنطقة المقابلة ذيك كلها كذلك نقوش. الله أكبر، ما أجمل هذا النقش. شوف فين مكانه يا جماعة الخير، هذه شجرة، شوفوا الصخرة اللي تحته، انتبهوا، شوفوا المسافة كيف كتبوا. هذا طبعا الوادي هذا يكون مليان بالموية طبعا، يعني ولا يمكن 4 أمتار 5 أمتار يعني من أقصى شيء له الارتفاع، يكون مليان وقت الأمطار طبعا. هذا الغدير نقص جميل جدا. منطقة فعلا مليئة تستحق الزيارة والجلسة والقيلة وبراد الشاهي والعبرة والموعظة، ورضي الله عنهم ورحمهم الله. وكيف هذه النقوشات اللي كتبوها، لا إله إلا الله. وبعدين بمعرفة الأسماء هذه تعرفوا التواريخ وتعرفوا إنه هنا طبعا هذا يذكر إنه كذلك مرور القوافل ودرب للحجيج اللي هو غدير وادي رواوة. لا إله إلا الله الكبير المتعال، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبه عبد الله بن محمد بن المنذر بن عبيد الله بن المنذر بن الزبير، وهو يسأل الله الجنة ويتعوذ من النار له ولوالديه ولكل ولده، الجزء غير واضح في الأخير، ولجماعة المسلمين رضي الله عنهم وارضاهم. حد الماء عشان تعرف ان الوادي كان فترة من فترات مليء بالمياه. اي والله يصل 4-5 متر. سبحان الله. الله يعطيك العافية يا حمزة. الله يديمك. الله مبدع ما شاء الله عليك. الله يحفظك. الله يعطيك العافية. بعد ما عندك ابو هشام ابو فراس. هذا نقص جميل اخر مكتوب لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله، وتحتنا أسفل منه آمنت بالله العظيم، وأنا آمنت بالله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شوف أبو فراس الغيمة، هذه من أجمل النقوش بصخرة واحدة كبيرة ضخمة ما شاء الله تبارك الرحمن في غدير وادي رواوة. لا إله إلا الله وسبحان الله العلي والحمد لله العلي، وكتبه عمر بن عبد الله. ما زال الشباب في توثيق النقوش، والمكان جميل جدا. والله الأجواء جميلة ما شاء الله. أي والله. هنا إن شاء الله شوفوا أثر الموية يعني كان لما يكون وقت المطر وبعد المطر هذه الصخرة ترى يعني يمكن. وهذا نقش أنا منصور ابن عطاء، السطر الثاني ابن ربيعة، آمنت بالله ورسوله، السطر اللي بعده وكتب سنة 40 و100 يعني عام 140، أبو منصور بن عطاء بن ربيعة.